اليوم في عنا نقل تجربة ناجحة من سيدات جايين من ريف دير الزور على ريف حلب لحتى يحكوا لأقرانهم من المزارعين والمزارعات اللي هن أعضاء بمدرسة الأعمال الزراعية عن تجربتهم الناجحة. من خلال زيارة مجموعة الدير لأن تعلمنا منهم أنه هن بلشوا من الصفر، زاروا السوق أهدافهم، خط يعني حددوا الهدف بالسوق شو المطلوب، تعاملوا مع تجار كذا، عرفوا طريقة التسويق ولوصلوا لهالمرحلة هاي الجيدة يعني تطوير إنتاجه وتحسينه. كنا عم نتناقش وأنا تحمست، صار فيني أني أطور مشروع أكثر من ما كنت متوقع هذا المشروع، وصار فيني يعني أنه لازم أسوي أكثر من مشروع مو مشروع واحد. كل مجموعة بمحيطها له خصوصية، فهون بيصير في إغناء، تجارب مختلفة عن بعضها، المحيطين في شوية اختلافات، الأسواق في شوية اختلافات، المجموعتين عندهم خبرات فنية زراعية وعندهم معرفة بأسواقهم، وعم بيحاولوا كل مجموعة تغني الثانية، تعرفها بتجربتها كيف تصرفت ضمن سياق محيطها. من خلال زيارتنا لأهل حلب احنا اليوم شرحنا لهم الفكرة انه شلون احنا هين وصلنا للنجاح. النجاح هنا هو صار سببه انه زيارتنا احنا توجهنا للسوق ونسأل عن الاسعار ونسأل عن المنتج اي وقت التزاماته، هين احنا حققنا الربح، هين وصلنا لهم الفكرة انه هم يروحون ينزلون على الاسواق ويستفسرون من حيث انه زاد هم يزود عندهم الربح.